شاهد يورجن كلوب يبكي وينهار في حضن محمد صلاح بعد رحيله رسميا بعد مباراة ليفربول. شاهد تصريحات يورجن كلوب عن محمد صلاح وبكائه بسبب هدف صلاح ورحيله. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيل زر الجرس. شاهد زوجة يورجن كلوب تحضن زوجة محمد صلاح بعد مباراة ليفربول. ودع يورجن كلوب مدرب ليفربول جماهير ولاعبي فريقه في ملعب أنفيلد بعد الفوز على وولفرهامبتون مساء اليوم الأحد ضمن الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وحسب مقطع فيديو نشرته منصة بي إن سبورتس، ظهر كلوب وهو يودع الجماهير واللاعبين وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح الذي خصه بعناق حار. وفي كلمته عقب المباراة بينما كان ممسكا بمكبر الصوت، هتف كلوب معلنا تولي أرني سلوت المهمة كمدرب جديد لليفربول. شاهد يورجن كلوب يبكي وينهار في حضن محمد صلاح بعد رحيله رسميا بعد مباراة ليفربول. تغنى الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي بالفرعون المصري محمد صلاح قبل مباراة الفريق اليوم الأحد أمام نظيره وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري. قرأ الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جماهير ليفربول ومتابعو الفرعون المصري أن هذه الإشادة بمثابة